السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام. اليوم جايب لكم فيديو جديد، طبعا عبارة عن روم جديد لجهاز بي اوت كيو. طبعا كل ما بنحتاجه في هذا الفيديو او في هذا الشرح لكي ننزل النسخة على جهاز بي اوت، الملفات هذه الموجودة على الجهاز. طبعا انا حنزل لكم روابط هذه الملفات في الوصف الخاص بالفيديو، بعد كده تقوم بتحميلها ومن ثم تتبع الخطوات التي سنتبعها في الشرح. وهذا الروم اسمه سونيك. طبعا انا جربته، عبارة عن روم خفيف على الجهاز ويعطيك طبعا اريحية ويشتغل عليه طبعا جوجل بلاي، ويساعدك في تنزيل التطبيقات وسريع في الاستخدام. اول طبعا في البداية نحمل هذا التطبيق اللي هو USB اسمه هذا، عشان يتعرف الجهاز البي اوت على اللي هو الجهاز عندك. فتقوم طبعا بتثبيته بهذه الطريقة ومن ثم تعمل اوكي، وبعد كده تعمل برضو موافق زي ما انتم شايفين الان، ومن ثم زي كده تعمل اوكي اوكي طبعا بالطريقة المعتادة الخاصة بالتثبيت. بعد كده انت عندك هذه اللي هي الصفحة، فتعمل لها برضو موافق. هذا اللي يتعرف على USB عندك على الجهاز، ضروري من ان يتعرف الجهاز عندك على USB. بعد كده يثبت عندك اللي هو هذا التطبيق بهذه الطريقة، يثبت عندك بهذه الطريقة في الجهاز عندك الكمبيوتر. طبعا بعد كده نخش عليه بهذه الطريقة، فيعطينا هذا اللي هو الشكل الخاص بالبرنامج. طبعا البرنامج هو باللغة الصينية، فما عليك انك تخش هنا في هذه الخيار وتعمل عليه انجليش بهذه الطريقة، تحول الى اللغة الانجليزية. طبعا هو ما فيه للغة انجليزية ولغة صينية. بعد كده الان نقوم بالخطوة التالية. الان بعد ما انتقلنا الى طبعا تعريف اللي هو التطبيق اللي هو فيها الكمبيوتر، ونزلنا اللي هي التطبيق لكي نعرف اللي هو جهاز البي اوت على الكمبيوتر، فننتقل الى الطريقة الثانية. طبعا تحضر عندك زي هذا الدبوس او اي اداة عندك، لكي طبعا نضغط على الريكفري الخاص بالجهاز البي اوت. هذا هو الريكفري لكي يتعرف عندك على الكمبيوتر. وبعد كده طبعا تحضر اللي هو سلك، طبعا ينتهي في من ينتهي بهذه الطريقة. طبعا ميل تو ميل يقول اسمه ميل تو ميل، طبعا تكون نفس الاسم. بعد كده نربط طبعا الاول في جهاز اللي هو اللابتوب عندك فيها USB بهذه الطريقة، ومن ثم نستخدم اللي هو الأداة الدبوس اللي أخذناها، وبعد كده نضغط عليها باستمرار كذا ما يعادل 7 ثواني أو 5 ثواني أو أقل بهذه الطريقة، ونربط اللي هو USB في الجهات الثانية في الجهة المواجهة لجانب سلك الدش زي ما انتم شايفين في USB اللي جانب سلك الدش اللي هو هذا. بعد كده طبعا نضغط على الريكفري زي ما انتم شايفين. الان حنضغط على اللي هو الريكفري الخاص بالجهاز زي ما انتم شايفين كذا بهذه الطريقة، ومن ثم نركب السلك هذا اللي هو في USB اللي جانب سلك الدش، ومن ثم ننتقل الى جهاز الكمبيوتر. طبعا الان بعد ما ضغطنا على الريكفري الخاص بالجهاز البي اوت، نركب السلك زي ما قلنا بهذه الطريقة، فنسمع صوت في الجهاز. اول ما تشيل يدك تسمع صوت في الجهاز، فيتعرف معك الجهاز زي ما انتم شايفين الان تعرف معانا على اللي هو الكمبيوتر. الان العملية كذا عندنا جاهزة. طبعا بعد كذا نقوم نحمل اللي هي نسخة السونيك اللي حنركبها على الجهاز البي اوت بهذه الطريقة. طبعا انا منزلها عندي على سطح المكتب زي ما وريتكم اياها بهذه الطريقة، فتروح انت في نفسه هذا البرنامج وتضغط على اللي هي الفيل هذه كلمة الفايل، وبعد كذا تختار هذا الخيار. وطبعا يقول لك فين انت حاط اللي هي الاداء وهي الروم هذا اللي انت مستخدمه. فطبعا زي ما انتم شايفين الان منزلينه على الجهاز عندنا على البي اوت، فتعمل له ضغط بهذه الطريقة فينتقل معك على البرنامج. نستنى طبعا شوية بس بعد كده يحمل على البرنامج. اول ما ينزل على البرنامج زي ما انتم شايفين الان في الاسفل، بعد كده خلاص نضغط على
اللي هو ستارت زي ما انتم شايفين الان، نضغط عليه اوكي ونستنى طبعا دقائق لغاية ما يكمل معانا اللي هو الجهاز وينزل الروم على البي اوت. طبعا الان بعد ما نزلت اللي هي النسخة على الجهاز اللي هي نسخة السونيك اللي هي الروم على البي اوت، فطبعا زي كده زي ما انتم شايفين الان عندنا اعطانا سكسفولي، يعني الموضوع تم بنجاح وينتهي معاك باللون الاخضر بهذه الطريقة. بعد كده خلاص تقوم انت الان اسمه هو نزع الجهاز من اليو اس بي عندك بهذه الطريقة، وبعد كذا تقوم بإغلاق هذا اللي هو التطبيق. وننتقل الآن معاكم إلى طبعا الجهاز على اللي هو الشاشة لكي نوريكم النسخة وطريقة وكيف هي وكيف استخدامها وسهولتها. طبعا الآن زي ما انتم شايفين الآن انتقلنا إلى اللي هو الجهاز ربطناه على الشاشة. أول ما نشبك الجهاز طبعا يأتينا بهذه الطريقة، فنستنى طبعا على الجهاز لكي تشتغل اللي هو ويبدأ في الدخول إلى الجهاز. بعد كذا تجينا اللي هي الصفحة الخاصة باللغة، طبعا نستخدم الريموت بهذه الطريقة ونختار طبعا اللغة. اللغة طبعا في عدة لغات من ضمنها اللغة العربية بهذه الطريقة، نضغط بها الريموت بهذه الطريقة لكي نختار اللغة العربية. فطبعا اللغة العربية اللي هي هذه مكتوبة اللي هي العربية، فنخش عليها اوكي بهذه الطريقة على الجهاز ونستنى طبعا. بعد كذا يتحول معانا الجهاز يعطينا اللي هي الخيارات هذه اللي هي خاصة بها اختيار ال HDMI. طبعا انت بامكانك تخليها على زي ما هو كذا اوتو او تختار انت اللي تريدها بهذه الطريقة. انا عندي طبعا هختار على 720 او 1080 على حسب ما طبعا انت تبغى تستخدمها. بعد كده تعمل اوكي ومن ثم يقول لي هل انت موافق لحفظ اللي هي الخيارات، نعمل له حسنا ومن ثم برضه نعمل اوكي بهذه الطريقة زي ما انتم شايفين. طبعا هنا بعد كده تأتينا اذا انت رابط الجهاز على اللي هو السلك الايثرنت او انت طبعا تختار اللي هو الشبكة. انا طبعا هختار مثلا عندي الشبكة بهذه الطريقة او مديك مثلا تتخطاها. طبعا انا عندي الشبكة هذه اللي موجودة عندي اختارها. وبعد كده الان بعد ما اتصل الجهاز عندنا على اللي هو الواي فاي طبعا برضو نعمل اوكي بهذه الطريقة، ومن ثم برضو نعمل اوكي نتخطى اللي هو العملية، ومن ثم يقول لنا اختار التاريخ. طبعا هنا مضبوط بهذه الطريقة على حسب انت طبعا اختيارك. انا بالنسبة لي طبعا هسوي عليه اوكي، ومن ثم يقول لي هذه الخيارات. فطبعا نقول انتقال الى الصفحة الرئيسية بهذه الطريقة. فطبعا تأتينا الصفحة اللي هي الرئيسية الخاصة ب الروم اللي هو السونيك. فننتظر قليل وتأتينا هذه الواجهة اللي هي واجهة جميلة طبعا خاصة بالجهاز، وبإمكانك الآن الاستمتاع والتحكم فيها بهذه الطريقة. زي ما انتم شايفين الآن هي خفيفة. طبعا عندك عدة تطبيقات نازلة عندك على الجهاز، من ضمنها مثلا هذه التطبيقات، ومن ضمنها طبعا الجهاز يكون عندك جوجل بلاي وتشتغل عليه التطبيقات، ومديك ان تحمل اي تطبيق من خلال الجوجل. طبعا الان بالنسبه للواجهه طبعا فيها من ضمنها قلت لك هذه اللي هو ياسين تي في، وعندك الاسطوره وعندك اليوتيوب. طبعا هذا هو شغال الان حشقول لكم اياه ان شاء الله بس عشان الحقوق. طبعا الجوجل بالنسبه لجوجل بلاي طبعا عندما تيجي تخش عليها طبعا يقول لك ياري تحديث متجر جوجل بلاي، طبعا تنتظر عليها بس بعد فتره كذا ان شاء الله يشتغل معاك ويكون معاك مضبوط. بالنسبه لي هذه قصدي اللي هي الروم. طبعا فيها موجود خدمات جوجل بلاي اللي تعطيك تشغيل عده اشياء، طبعا لان اي روم عندك ما لا تويد عليها خدمات جوجل بلاي ما تقدر تشغل عليه اشياء كثيره. فطبعا ننتظر لغايه ما يتحدد معانا اللي هو الجوجل بلاي. طبعا بالنسبه لي انا بعدين انت حتكتشفوا هذا من عندكم. وبالنسبه لهذا اللي هو ياسين زي ما انتم شايفين الان تخش عليه بهذه الطريقه. طبعا زي ما انتم شايفين الان عندكم جاهز ويشتغل عندك على الجهاز، فما عليك الا تدخل على القنوات اللي هي بين سبورت او اس اس سي سبورت وتتفرج وتستمتع فيها القنوات. طبعا انا عشان الحقوق ما اقدر اخش على القنوات. ومن هنا طبعا عندك هذا اللي هو هذا نوفا، هذا طبعا عباره عن تطبيقات، هذه تطبيقات عباره عن اشتراكات. طبعا هذا بالنسبه للنوفا هذا اذا حبيت مثلا، فطبعا
زي كذا اذا عندك جوجل موبايل او عندك مثلا تي في، بعد كذا تعمل له اوكي حفظ بهذه الطريقه. وطبعا يقول لك ركب اللي هو نزل الكود عندك على الجهاز وبعد كذا يشتغل معك. طبعا بالنسبه لهذه التطبيقات في اشتراكات لها خاصه، واذا حبيت ان شاء الله بامكاننا طبعا ان نساعدك بهذه الخدمه. اليوتيوب زي ما انتم شايفين الان، هذا اليوتيوب عندك برضه جاهز طبعا زي ما انتم شايفين الان بيشتغل معانا على طول بدون اي تدخل مننا او اي اسمه، عندك جاهز ويكون سريع طبعا معك زي ما انتم شايفين الان وبدون اعلانات كمان. وبعد كذا طبعا زي ما انتم شايفين اذا حبيت مثلا تضيف هنا في هنا من هنا تعمل اضافه الى اي تطبيق، التطبيقات اللي انت تبغى تنزلها او تخليها عندك في الواجهه، من ثم هنا تنتقل زي كذا. هذه التطبيقات طبعا اليوتيوب عندك، هذه عده تطبيقات طبعا انت تختار التطبيق اللي انت تريده. وعندك طبعا برضه اليوتيوب اللي هو برضه الخاص بجهاز اليوتيوب اللي هو اللي فيه الاعلانات، وهذا متصفح طبعا متصفح سريع. فانا بس حبيت اوريكم سريعه يعني نبدأ سريعة عن الموضوع. وبعد كده شوف زي ما انتم شايفين الان انتقلت معايا في الاسفل بهذه الطريقه وصارت واجهه زي ما انتم شايفين الواجهه عندك جميله. بعد كده طبعا قلنا اذا حبيت مثلا عندك لان البيوت انتم عارفين البيوت برضه يمديك تشغله على سلك الدش. طبعا انا عندي ما حربط السلك عشان برضه ما ابغى اطلع قنوات عندي عليه، ولكن عندما تريد ان تضبط القنوات تخش على اللي هو التي في، هذا اللي هو التي في بالريموت عندك طبعا تخش عليه بهذه الطريقه. طبعا يعطيك هذه الخيارات، تنزل على الاخير هنا القادم وبعد كذا يقول لك البحث عن الاقمار، طبعا تسوي عليها اوكي. وطبعا تختار الاقمار انت الان موجود، انت عارف الاقمار اللي موجوده عندك. طبعا عندك من ضمنها الاقمار العرب سات والنايل سات وغيرها من القنوات اللي هي القمر اللي هو بدر مثلا. الان نختار القمر زي ما انتم شايفين الان. طبعا انا عندي الاشاره موجوده لان مش رابط سلك الدش. وبعد ما تختار طبعا القمر بهذه الطريقه اللي انت طبعا تريد اختياره تعمل له اوكي فيعمل معك صح على المربع اللي موجود عندك قدام اسم القمر. نختار طبعا اللي هو القمر العرب سات مثلا، عندنا العرب سات زي ما انتم شايفين العرب سات هذا هو هنا، هذا هو قمر البدر. تضغط عليه اوكي وبعد كذا تروح هنا في الجهه تضغط اوكي وينتقل معاك الى الجهه الثانيه. وبعد كذا تنزل هنا عند الخيارات، طبعا هنا تعمل ضبط اللي هو الدايزك اللي هو انت رابط مثلا العرب سات عندك، اذا عندك قمرين عندك تعمل الدايزك اللي هو انت منزل العرب سات على رقم واحد او رقم اثنين او رقم ايه او رقم بي. طبعا الايه يكون العرب سات او رقم واحد، والبي اللي هو يكون النايرسات اللي هو رقم اثنين. وبعد كذا تنزل برضو عندك هنا تختارها كذا بهذه الطريقه زي ما انتم شايفين الان وترجع تسوي رجوع. بعد كذا عندك يضبط عندك القمر، ومن هنا باللون الازرق عندك فيها الريموت. طبعا انتم شايفين فيها الريموت هنا في لون في عده ازرار من ضمنها الاحمر والاصفر والاخضر والاحمر. هذه الازرار لها عده استخدامات. طبعا انا هستخدم مثلا اذا حبيت الان تعمل بحث عندك تعمل باللون الازرق تضغط عليه اوكي فيقول لك المسح العادي، تضغط عليه اوكي بهذه الطريقه. طبعا هنا تحاول انك تختار بس مثلا على سبيل القمر واحد تخليه بهذه الطريقه، وهذه يعني معناته اللي هو وهنا طبعا تختار اللي هو القنوات المفتوحه فقط وليس المشفره، اذا خليته كذا حيعطيك كل القنوات المفتوحه والمشفره وما يحتاج طبعا، فتختار القنوات المفتوحه. بعد كده تنزل في الاسفل وتعمل اضغط للمسي. طبعا زي ما قلت لكم الان انا بحكم انه ما مو رابط سلك على الجهاز فما نزل فيه قنوات، لكن لما تربط السلك على طول حينزل معاك القنوات وحيسوي لك بحث الجهاز. بعد كذا نرجع الى الخلف وزي ما انتم شايفين الان، ومن هنا مثلا اذا حبيت مثلا تخش على الضبط حق الجهاز. طبعا زي ما انتم شايفين الان من هنا الشبكه، اذا حبيت تضبط الشبكه تخش عليها وزي ما انتم شايفين بهذه الطريقه. طبعا الان انا حنزل لكم تطبيق، حنزل لكم رابط في الوصف، وهذا التطبيق طبعا تقوم بتحميله. وبعد كذا اذا حبيت مثلا تغير واجهه اللي هي الجهاز عندك فيعطيك عده واجهتين عندك في النسخه. طبعا الان نقوم بتثبيت التطبيق زي ما انتم شايفين الان انا عندي موجود على الجهاز بعد ما حملته، وبعد كذا نعمل له تثبيت الان بهذه الطريقه، نعمل عليه اوكي ونستنى لغايه ما يعمل لنا اللي هو تثبيت، والان نعمل له تم، ومن ثم نرجع الى الخلف بهذه الطريقه. الان ثبت معنا التطبيق عندنا على الجهاز. طبعا انتم الان شايفين بالنسبه لي الجهاز الان هذه هي الواجهه الرئيسيه. طبعا اذا حبيت ان تغير الواجهه هذه الى واجهه اخرى تضغط باللون الازرق اللي هو زي ما انتم شايفين هذا اللي هو الرئيسي،
تضغط عليها كذا باستمرار بهذه الطريقة. طبعا الآن زي ما انتم شايفين الآن عطانا خيارين للواجهة، هذه الأول اللي هو الواجهة الرئيسية، وهذا الواجهة اللي هو أنا ثبتت الآن التطبيق قبل شوية، وبيجيكم بهذه الطريقة. طبعا تنزل عليه وتضغط عليه أوكي، وإذا حبيت تسويه حاول أنك تعمل عليه مرة واحدة لكي تقدر تتحول من واجهة إلى واجهة، لأنك لو عملت دوما خلاص حيثبت معاك على واجهة واحدة، فأنت حاول تسوي عليه مرة واحدة إذا حب عشان تتحول إلى الواجهة الثانية. والآن زي ما انتم شايفين الآن تحولت معانا إلى واجهة ثانية بهذه الطريقة، يعني أعطاك عدة اختيارات من الواجهات، وبهذه الطريقة تقدر تستخدم اللي هي زي ما انتم شايفين الآن تستخدم النسخة، وطبعا نسخة خفيفة، وزي ما انتم شايفين الآن تنتقل لها عندك اللي هي كل التطبيقات، وإذا حبيت برضه تقوم تنزل عندك اللي هو جوجل اللي هو غير الجوجل تي في، تنزل عندك تطبيق أبا كبر إضافة إلى تطبيق اللي هو أندرويد تي في. طبعا في عدة تطبيقات لكي تقوم بتحميلها، ولكن أغلب التطبيقات طبعا منزلة زي ما انتم شايفين الآن، من ضمنها تطبيقات الاي بي تي في، إذا حبيت الاشتراك طبعا فيها فمدينا نعمل لك أو نساعدك فيها، فتواصل معنا وإن شاء الله يكون الشرح عجبكم وفادكم، ولا تنسونا من الاشتراك في القناة والدعم واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.